الإجراءات القانونية والإيحاء وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم واللائحة المعتمدة للاتحاد المصري والميثاق الأولمبي أمام كل الجهات المعنية، والتصعيد للفيفا والمحكمة الرياضية الدولية كاس لإلغاء هذه القرارات المليئة حيثياتها بالعوار والحفاظ على حقوق النادي. كما تقرر التصعيد أيضا للجهات الدولية وشكوى المسؤول الذي يكيل الاتهامات ويسب ويشتم دون رادع، علما بأن النادي سبق وأن ترفع كثيرا عن اللجوء للجهات الخارجية. احنا في البيان واضح وصريح ان احنا بقالنا سنتين بنعمل كده. النادي الأهلي اشتكى لكل من له حيثية رياضية او غيره، كل الجهات المسؤولة في مصر، اتحاد الكورة اشتكينا، وزارة الرياضة اشتكينا، مجلس الشعب اشتكينا، نائب كل الناس الحقيقة اشتكينا، كل الناس خدنا كل الإجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها قانونا جوه مصر، وفي الآخر برضو خلاص نفس الأمور بتتكرر ونفس الكلام ونفس الأسلوب ونفس قلة يعني الواحد مش عايز يعني بصراحة يعني نفس الإهانات بتحصل والرموز كبيرة جدا وناس كبيرة جدا ومفيش حد بيتكلم ولا حد بيفتح بقه وخلاص تمام. عشان كده اتخاذ كل الإجراءات القانونية واللائحية وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم واللائحة المعتمدة، كما تقرر التصعيد أيضا للجهات الدولية وشكوى المسؤول الذي يكيل الاتهامات ويسب ويشتم دون رادع، علما بأن النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم بقالنا سنتين الحقيقة. التحفظ على سياسات وأداء اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد كرة القدم والتي طالما لم تلتزم بتطبيق اللوائح والقوانين على الجميع وعدم التعاون معها لحين انتهاء فترة توليها المسؤولية، خاصة بعد القرارات المتناقضة التي اتخذتها هذه اللجنة في الفترة الماضية والتي انحازت فيها للبعض على حساب الآخر، الأمر الذي يعكس عدم وقوفها على مسافة واحدة من الجميع. ده كان بيان النادي الأهلي، حاولت بس أتكلم فيه مع حضراتكم وأشرحه والموضوع بسيط. طيب أنا قلت لحضراتكم إن في فيديو كابتن محمد فضل اتكلم وقال، طيب خلينا نسمع كابتن محمد فضل مع كابتن سيف زاهر على أون سبورت قال إيه ونرجع نعلق على الفيديو ده. في حاجة سيف معلش عاوز أقولها، إن يعني الناس كانت بتتداول حاجات كتير جدا على السوشيال ميديا وعلى الصور والفلاشه اللي جات لنا من او السي دي اللي جالنا من القناه ابو ظبي. طبعا في احداث كتيره جدا وكل حاجه ظاهره بشكل واضح بمختلف الزوايا عشان الناس ما تفتكرش بس ان القرارات بتيجي بالسوشيال ميديا او حاجه بتتبعت، لا طبعا. فيعني ان شاء الله باذن الله اي حد زي ما انا قلت قبل كده وصرحت، وطبعا نيابه عن اللجنه الخماسيه، وطبعا استاذ عمرو الجناني صرح واتكلم وقال ان اي حد هيخرج عن النص مهما كان لاعب او مسؤول سيتم عقابه وفقا للوائح والقوانين، وهي دي الدوله، اي دوله طبيعي قويه لازم على طول بتطبق اللوائح. كابتن محمد فضل عضو اللجنه الخماسيه وهو بيقول ان هو طالع بيتكلم نيابه عن اللجنه الخماسيه بيقول ايه؟ نجيبنا الحاجات دي كلها من قناه ابو ظبي. قوم يحصل ايه بقى؟ ها؟ ايه اللي يحصل؟ تلاقي حضرتك ان الاستاذ يعقوب السعدي رئيس قناه ابو ظبي كلم على تويتر وقال يا جماعه انا ولا جالي حد كلمني ولا جالي حد قال لي، وعمل مداخله اعتقد مع الاستاذ احمد موسى وعمل معاه مداخله طويله جدا واتكلم فيها في هذا الامر وقال ايه؟ اهو يعني الأستاذ يعقوب السعدي على صفحته على تويتر أندهش من إقحام اسم أبو ظبي الرياضية فيما يدور من سجال حول عقوبات للاعبي النادي الأهلي والزمالك بعد لقاء السوبر، قولا واحدا لم نقدم أي لقطات أو صور أو شرايط لأي حد عن المباراة أو ما حدث فيها، ولم يطلب منا أحد هذا الطلب، ما تريدونه عرضناه على الهواء ولسنا طرفا في الأحداث. طيب خلينا نروح خلينا نضحك برضه. النهارده اصله النهارده يوم غريب جدا الحقيقه بالنسبه لي، ومن امبارح كان يوم فاصل.
اتحاد كرة القدم بيعمل حاجة فبيلاقي الرد. ما هو هيقول ايه؟ ما هو لا بيلاقي الرد. قال لك انا جبت من، مش انا اللي بقول معلش مرة تانية، كابتن محمد فضل عضو لجنة الخماسية، وهو اللي بيقول ان هو طالع يتكلم نيابة عن اللجنة الخماسية مش انا، مع كابتن سيف زاهر امبارح او اول امبارح. قال انا طالع اتكلم نيابة عنهم، انا جبت الحاجات دي من قناة ابو ظبي. طلع رئيس قناة ابو ظبي الاستاذ يعقوب السعدي قال لك ايه؟ قال لك يا جماعه ما حصلش، ما حدش كلمني اساسا ولا حد قال لي. يعني احنا في قناه الاهلي مثلا لو عايزين حاجه من قناه ابو ظبي هنكلم مين؟ هنكلم الاستاذ يعقوب السعدي. وايضا قناه النادي الاهلي، النادي الاهلي خاطب قناه ابو ظبي وقال له استاذ العميد محمد مرجان بعت لقناه ابو ظبي وقال لهم يا جماعه ابعتوا لنا الماتيريال اللي انتوا بعتوه لاتحاد الكوره. قاموا بعت له، قالوا احنا ما بعتناش حاجه، ما بعتناش حاجه. اول ما حضرتك اما تلاقي فيه كده تعرف ان في حاجه بتحصل. اول لما تلاقي حد ايه تخبط وكلمه من هنا طالعه وكلمه من هنا، وبعدين يقول لك اصل انا ما قلتش، انا قلت مجلس ابو ظبي. هو انا اللي قلت من شويه ولا حد تاني يا فضل يا كابتن محمد؟ محدش، مش عارف. بعدين ده صوت وصوره بقى، مش كلمتين وهنقول احنا ما قلناهمش، لكن ده صوت وصوره يا كابتن محمد. وفي البيان كمان، البيان معاكم يا شباب، يعني مش كده اهو. في مستندات، ده بقى بيعالج بعد ما الاستاذ يعقوب السعدي قال يا جماعه انا ما بعتش لقطات، ما بعتش لقطات. فقال لك في مستندات السوبر، اتحاد كرة القدم يؤكد صحة المواد الفيلمية وطريقة الحصول عليها. يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن لجنة الانضباط والأخلاق في قراراتها الأخيرة الخاصة بالأحداث التي أعقبت مباراة السوبر المصري والتي أقيمت يوم الخميس بالعاصمة الإماراتية قد استندت إلى مواد فيلمية رسمية التقطتها كاميرات الشركة الناقلة للمباراة والمتعاقدة مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وقد تسلم هذه المواد رسميا مندوب الاتحاد المصري المكلفين بمتابعة عمل تقنية الفي آر التي طبقت في المباراة من خلال 16 كاميرا غطت كافة جوانب. هاتولي في آر، طب هاتولي التاني على طول، خش على التاني على طول. على فكرة ده بيان اتحاد كرة القدم، ده الاولاني اهو اللي قدام حضراتكم، ده الاولاني. قال لك ايه؟ حكم المباراه مراقب المسابقات ومنسق عام المباراه، كما اطلعت اللجنه على الاسطوانه المدمجه التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد والوارده رسميا من هيئه ابو ظبي للاعلام القائمه بمهمه النقل التلفزيوني للمباراه، بالاضافه الى شاشه أو فلاشة قدمها المنسق العام للمباراة، وتتضمن مواد فيلمية التقطتها أيضا كاميرات الجهة الناقلة للمباراة، ولم يتم بثها على التلفزيون، بثها على الهواء لمشاهدي التلفزيون. مش أنا اللي قلت يا جماعة، والله ما أنا، مش أنا اللي قلت، ده كلام حضرتك، وده عضو اللجنة الخماسية اللي طالع يتكلم بالنيابة عن اللجنة الخماسية، هو اللي قال الكلام ده مش أنا. صوت وصورة، وحضرتك كنت قايله في بيان سابق وبيان حالي. كل شوية بكلمة وكل شوية بحاجة، وانت بتطلع تقول هنا حاجة في قناة الأهلي، تطلع مثلا يعني طبعا مش هيخش حد معانا، تطلع تقول هنا بكلمة وبعدين حضرتك تروح الناحية التانية تقول كلمة تانية وبعدين تروح قناة تالتة تقول كلمة تالتة. يا جماعة يعني طب ليه كل ده؟ هو ليه بيحصل كل ده؟ أنا مش فاهم الحقيقة، أنا مش فاهم. اللي يا جماعة لو حد غلطان، بصوا بقى حضراتكم، لو حد من لعيبه النادي الاهلي غلطان، النادي الاهلي هيعاقبه قبل اتحاد كره القدم. وده حصل كتير جدا قبل كده، يعني انا مش بقول كلام وخلاص، انا مش طالع اقول اي هوا، اي كلمتين وخلاص بقولهم. اي حد غلط قبل كده النادي الاهلي بيعاقبه قبل اتحاد كره، قبل اي مسؤول اخر، ما بيعاقب حد. وكلمته، كلمه الاتحاد اتقال، قال فيها الكلام، كلمه النادي الاهلي قال فيها الكلام ده في البيان اللي قاله. فإن النادي الأهلي لم ولن يدافع عن أي مخطئ ذات يوم أيا ما كان موقعه. اللي عايز يفهم يفهم، اللي عايز يفهم يفهم الكلام. مؤسسة النادي الأهلي بتقول الكلام ده. لو أنا أخطأت دلوقتي على الهوا هيتم عقابي. كل كده، هي الدنيا كده، المؤسسات المحترمة كده.